الآن إحنا موجودين في قلعة موجودة في شمال الأردن اسمها قلعة عجلون. تم بناء قلعة عجلون في عام 1184 من قبل ابن أخو صلاح الدين الأيوبي، ابن أخو صلاح الدين الأيوبي اللي أمر صلاح الدين الأيوبي بنفسه إنه يبني هاي القلعة هنا عشان يبدأوا الحملة الإسلامية ضد الصليبيين. فالصليبيين أتوا على الأردن في بداية القرن الثاني عشر، الصليبيين بنوا 5 قلاع صليبية موجودة جنوب الأردن، وكان في كلاشز بين الصليبيين والمسلمين. بعدين صارت فترة هدنة، بعدين ردت المشاكل بدأت من أول وجديد. فحينها أمر صلاح الدين ببناء القلعة هون في عام 1184 من أجل أنهم يبدأوا الحملة ضد الصليبيين، واستطاعوا طبعا صلاح الدين الأيوب والجيش الإسلامي بمهاجمة القلاع الصليبية جنوب الأردن واحتلوها كاملة، وكمل باتجاه القدس واستطاع أنه يستعيدها من الصليبيين في معركة الطين اللي صارت بعام 1187 ميلادي. دانيال.